أود العودة إلى الوراء من أجل استحضار وتقييم التجارب النقابية لحزبنا، والتي آلت للأسف الشديد إلى أن تشرذم عوض الوحدة بسبب طغيان الأنا، وهو الأمر الذي جعل حضورنا على هذا المستوى جد بعيد. وهنا والحق يقال فإننا لم نشكل استثناء في هذا الباب، لأن تاريخ العمل النقابي بالمغرب اتسم بسلسلة انشقاقات عن النقابة الأولى التي تأسست في المغرب، اللي كانت الاتحاد المغربي للشغل، بسبب الاستغلال السياسة والضيق للعمل النقابي المفترض فيه. هذو مكونين نقابيين يلتحقان بالحركة الشعبية كما قلت في إطار الدينامية اللي كيعرفها الحزب، وأيضا الانفتاح على جميع الحساسيات والتعبيرات ديال 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 المجتمع. طبعا لمسوا واحد النوع من 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 الجدية في هذا الانفتاح، وفي هذا طبعا كنعبروا على الانخراط ديالهم، وماشي هذو غير المكونين اللي كاينين، بل أيضا مكونات نقابية أخرى أعلنت على التحاقها بالحركة الشعبية، طبعا للمرافعة كما كنقول دائما، المرافعة على الحقوق، ولكن دائما في إطار الاحترام أيضا الواجبات. اليوم كنعرفوا واحد النوع من تهلهل الوسائط السياسية، فاليوم بغينا نعطيه واحد الشحنة لإسهام الحركة الشعبية لإعطاء واحد الدفعة واحد الشحنة لهذه الوسائط، سواء كانت سياسية أو كانت نقابية. أيما أنكم كتعرفوا العلاقة اللي كاينة اليوم ما بين النقابي والسياسي، فهي علاقة تكامل. اليوم بغينا نعطيوها الإطار الحقيقي باش فعلا تكون عندها البصمة الحقيقية. بعد الانضمام ديال النقابة الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالنقابة المركزية ديال اتحاد عمال المغرب، كانت مجموعة من النقاشات التي أسفرت عن التحاقنا اليوم بحزب الحركة الشعبية، نظرا للمرجعية ديالهم المتقاربة مع مرجعية ديالنا والظروف التي تعيشها الوطن، سواء على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والجيوستراتيجي، باش نشتغلوا جميعا من أجل النهوض وتنزيل المشاريع صاحب الجلالة نصره الله وإيده. اليوم عشنا واحد لحظة مميزة اللي تم فيها أولا اندماج اتحاد العام لاتحاد ديمقراطي للشغالين مع اتحاد عمال المغاربة، وتم بمناسبة أيضا التحاق اتحاد عمال المغاربة بحزب الحركة الشعبية. هذا الالتحاق معناه أننا خلقنا واحد الفضاء ديال العمل بين مكون حزبي ومكون نقابي في إطار احترام الاستقلالية واحترام الأدوار والوظائف المنوطة بكل فاعل، ولكن اللي كيجمعنا مع بعض هو الأفق المشترك، وهي الأهداف المشتركة، وهي فلسفة الاشتغال. كان نعتقد أننا اليوم في سياق دقيق على مستوى المغرب، مطروح لنا كاملين أننا نربحوا رهانات ديال المغرب المأمول، رهانات المغرب المأمول، ورهانات المغرب المأمول تقتضي من كل من الفاعل النقابي ولكن أيضا الفاعل السياسي تجديد الخطاب، تجديد الحكامة التنظيمية، التشبيب والتأنيس أيضا. هذه كلها عناصر مطروحة لأنها واحدة من الدعامات اللي كتمكن من إعادة الثقة في نبل العمل النقابي ولكن أيضا العمل الحزبي، وكتمكن أيضا من الرفع من منسوب الثقة في المؤسستين معا. ثم كتعرفوا بأنه اليوم عدد من النقابات أصبحت تعاني من تآكل، وبأنه نشأت على الهامش مؤسسات أخرى ديال التفاوض اللي هي التنسيقيات في عدد من القطاعات وفيما يتعلق بعدد من المشاكل. احنا اليوم في حاجة إلى رد الاعتبار للعمل النقابي، ولكن أيضا في الحاجة إلى بناء علاقة صحيحة بين النقابة من جهة والحزب السياسي من جهة، وكنعتقد بأن هذا الالتحاق اليوم ينبني على هذه الفلسفة الجديدة في سياق مطروحة في أيضا عدة رهانات جيوستراتيجية على بلادنا، واللي مطلوب من الفاعل النقابي ومن الفاعل الحزبي أنه يشتغل عليها. محمد مبارك الضالة، عضو المكتب التنفيذي للنقابة، نقابة اتحاد عمال المغرب. احنا فعلا التحقنا كنقابة
حزب الحركة الشعبية بعد نقاشات مستفيضة. اتفق الإخوان الجميع باللي أصلاً كانوا ذراع النقابي للحركة الشعبية، لأننا كانت قاسبوا معها مجموعة من يعني الرؤى، مجموعة من الاستراتيجيات، وكذلك نحن دائماً في حاجة إلى سياسيين يترافعون على المطالب النقابية. إذن سنكون إن شاء الله إضافة، ونحاول ما أمكن أن ندافع عن حق الشغيلة وعن طبقة المسحوقة في هذا البلد إن شاء الله.